سلام غزاله ديالك، عاملين لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكون ان شاء الله على خير وبخير. اليوم معكم عاوتاني فيديو من ليدل جديد. ليدل هذا الاسبوع كاينه ميزات، ندخلوا نشوفوا شنو كاين وعلى بركه الله بقوا معايا. واول حاجه نبداو بها هي هاد السخاخن الرائعين اللي كتشوفوا هنايا، فيهم واحد الالوان كيف ما كتشوفوا هنايا فريش كيحمقوا. كاينه هاد الديزاين هذا وكاينه هذا اللي جا فريش كما كتشوفوا، فيه هيدا الليمون وفي اللوين ديالو في البياض. بالنسبه لهادو لا مارك ديال ليدل كما كتلاحظوا هنايا سيلفر كريست. بالنسبه لهذا عنده السلك ديالو في هاد التحتاني كيتلوى هنايا كما كتلاحظوا، يعني كيتجمع السلك ديالو فيه 75 ديال سنتيم. الحراره ديالو كطلع حتى ل 3100 ديال الواط، وكيهز يترو و700 مليلتر ديال الماء. بالنسبه لهذا عنده الكارانتي ديال 3 سنين كما كتشوفوا. الاشكال اللي حاطين كاينه هذا وكاينه هذا، صراحه غزولين. الثمن ديالهم هو 24 البوند فاصلة 99، يعني بحال 25 البوند هذا ثمنهم. وبالنسبه لهاد القراطات اللي حاطين هاد المره كما كتلاحظوهم بلاستيك، ديك البلاستيك اللي كيكون قاصح. بالنسبه للديزاين كاينه هاد اللوين هذا وكاينه اللوين اللي جا في الكحيحال ديالهم كما كتلاحظوا. بلاتي نقرب لكم باش تشوفوه مزيان، حتى هو كيجي بحال الشكل الرخامه على هاد الشكل هذا. القياس ديالهم هو 36.5 على 27.5، واللوينات كما لاحظتوا كاين هاد اللون وكاين هاد اللون. الثمن ديالهم هو 23.99. عندهم كما كتلاحظوا هنايا هاد الحاشيه هادي باش ملي كنقطعوا شي حاجه هكا سائله بحال مطيشه ولا شي حاجه هكا، يعني كيهبط الماء هنا باش ما كيسلش على البلاصات كاملين. صافي هادشي ما نقدر نقول لكم عليها. والثمن كما قلنا 4 الباوند. فيهم حتى هاد القياس الصغير اللي كتشوفوا هنا اللي كيمشيو دبل، يعني جوج ديال البياسات على هاد الشكل هذا. فيهم هاد اللون الكحل زائد الاحمر كما كتلاحظوا، وهنايا عندهم القومه باش كيلصقوا مزيان باش ما كي باش زعما ما كيبقاوش يزلقوا لنا ولا شي حاجه ملي كنكونوا كنقطعوا. نفس الثمن حتى هما 3.99. وبالنسبه لهاد الباربيكيو اللي حاطين رائعه كما كتشوفوا، كتمشي جوج في واحد. ممكن انك تستعملها باربيكيو اللي بالرجلين عندها من هنايا هاد البلاصه هادي باش كتحط فيها الحاجات. مثلا ملي كنكونوا كنستعملوا يعني المشاوي وديك الشيء كنحتاجوا فين نحطوا البلايص، يعني دايرين لها هاد البلاصه هادي. وممكن انك تستعملها بلا رجلين، يعني كتستعمل فقط غير الجهه الفوقانيه كتمشي بالضو. بالنسبه لهادي القياس ديالها هو 93 على 91 على 47، هذا قياسه. هنايا كما كتلاحظوها كيتحيدوا لها هاد البياسات، ممكن انك تزيدهم منين كتكون باغي تعملها بحال هكا كتستعملها يعني بهاد البياسات هادو وبرجيلات بكل شيء. مي كتكون باغي تستعملها غير في الكوزينه ولا في شي بلاصه هكا يعني اللي تستعمل غير هاد البياسه كتستعملها هيدا. كما كتلاحظوا عندها هنايا هادي باش ما كتبقاش ترش لك الزيت ولا شي حاجه كما كتشوفوا هنايا، يعني هادي بلانشة مزيانة يعني بالنسبة يعني هكا تعمل فيها بلا زيت وديك الشيء مخيرة. هادي كما كتلاحظوا هنايا عند المينيموم حتى الماكسيموم. الواط ديالها هو 2400 واط، والسلك ديالها كيوصل لمترو و80. الثمن ديالها كانت ب 40 ديال باوند، عاملين حاليا 34 البوند فاصلة 99. هنا كما كتلاحظوا ليدل مره كيتفكر نسا وكيجيب لهم شي حاجه. كما كتلاحظوا هنايا جايب هاد الشيء هذا ديال الشيشوارات وديك الشيء. نبداو بالشيشوار. كاينه هاد الشيشوار هذا اللي كتشوفوا هنايا باش كتنشف به شعرك وكتستعملو هكا يعني تعدل به الشعر ديالك وديك الشيء. بالنسبه لهذا كما كتلاحظوا هنايا غير صغير، يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يسافروا به ولا شي حاجه، قياسه غير صغير، فيه البارد والسخون باش تستعملو. الواط ديالو كيوصل من 1800 حتى 2000 واط، واللون ديالو كما كتشوفوا كيجي في هذا الكحل هذا. بالنسبه لهاد الشيشوار هذا الثمن ديالو هو 14.99. حاطين حتى لا بلاك ديالو نفس لاغام ديال الشيشوار كما لاحظتوا هنايا. البلانشه ديالو اولا نقولوا البلاك ديالو كتوصل حتى ل 180 غراد ديال الحراره. بالنسبه لهذه يعني كتستعملها للشعر كما دائما كنعرفوا حنايا ناشف، كتخلي لك واحد البريو في شعرك وكتطلق لك شعرك. هذا اللي على حسب ما دايرين هنايا. بالنسبه للثمن ديالها 24 البوند فاصلة 99.
نفس لاغام كاينه هذه اللي كنعملوا بها كنروليو بها شعرنا كما كتشوفوا. لا بغينا نعملوا بابيليز ولا شي حاجه يعني الشعر يتلون ولا شي حاجه كنستعملوا هذه، كتمشي بالكلافس ديالها يعني بالليغو حتى هي عند الحراره ديالها كتوصل حتى ل 180، وكما كتلاحظوا هنايا عند البوطون ديال زائد وناقص يعني الحراره ديالها من 100 حتى ل 180، والبوطون ديال كطفيها وتشعلها. بالنسبه لهذه الثمن ديالها هو 19.99. وكاين حتى هاد المشطه دابا اللي ولات عامله ضجه كبيره بالنسبه للناس اللي كيستعملوها. بصراحه كتفك بزاف مور الدوش، يعني هذه هي اللي كتنشف بزاف اكثر من الشيشوار صراحه ليلي انا. نفس الوقت يعني كتعدل الشعر، يعني منو كتنشف منو كتعدل كما دايرين هنايا، كتعطي الفوليوم وكتنشف كتنشف لك راسك. بالنسبه لهذه كتستعملها على شعر فازق عادي، يعني ممكن انك تستعملها على شعر يعني فازق عند البروده والسخونيه، وحتى هي نفس الحراره ديال الاخرى، كنظن نفس الحراره ديال الاخرى ما دايرينش لا فيها 1000 واط هذه. هذا الحراره ديالها. بالنسبه للثمن هو 19.99. واكيد جبرت وحده مفتوحه نستغل الفرصه نوريها لكم مفتوحه باش كتشوفوها هكا مباشره كيفاش كعامله. صراحه مزيونه خفيفه ماشي ثقيله بالنسبه للاستعمال ديالها. المشطات ديالها كبارين كما كتلاحظوا، عندها المشطه ديال بحال المشيطه، ونفس الوقت عندها هادو اللي كنستعملوهم، يعني كتستعمل جوج في واحد كما قالوا نفس الهضره اللي قالوا. صراحه الماتريال مزيون رطبه ماشي قاصحه من هنا باش ما كتقصح لك شي يدك، عندها من هنا بحال القومه بحال القومه. المهم كما قلنا الثمن 19.99. وهنا حاطين هادو اللي كنستعملوهم الميكروويف، ونفس الوقت كنقدروا نسخنوا نحط خليو فيهم الماكله ولا شي حاجه، نخرجوها معانا نديروها في الثلاجه ولا شي حاجه. المهم هذه ما نفتحهاش لان كاينه مفتوحه باش نوريها لكم. كاينه هذه كتمشي 3 بياس، يعني كتمشي البياسه الاولى الكبيره كما لاحظتوا هنايا، البياسه الثانيه هي هذه، وبياسه الثالثه راه هي لداخل كما كتلاحظوا هنايا، باش كتستعمل القياس اللي انت بغيتي. كلهم بالغطايه ديالهم، عندهم الغطايه ديالهم كما كتلاحظوا هنا كدوره باش كتنفسه، يعني باش كتحيد من الفابور، ونفس الوقت كدوره هيدا باش تخلي الماكله سخونه الا بغيتي. بالنسبه لهذه عاملينها انك ممكن تستعملها في الميكروويف في الميكرووند عادي كما كتشوفوا هنايا. وما عرفتش القياس ديالهم بصراحه، ما كاتبينهش باش نعرف قياسهم بالضبط ونقول لكم كما كنقول لكم دائما. لا كاين القياس الاولاني جوج ديال لترو و500، القياس الثاني لترو 35، القياس الثاني 400 مليلتر. هذا قياسهم، يعني قياس مزيون الصراحه بزاف. الثمن ديالهم ثلاثه بهم يعني 3 بياس و4 99. وبالنسبه للون كما كتلاحظوا كاينه الكحل وكاينه البيض، هادو الالوان اللي كاينين. هنا حاطين هاد القريعات ديال الماء اللي كتشوفوا هنايا، اولا نقدروا نديروا فيهم القهوه، نديروا فيهم اتاي، لان هادو كيسخنوا وكيبردوا نفس يعني كيخليو كيحافظوا على السخونيه وكيحافظوا على البروديه. بالنسبه لهادو كما كتلاحظوهم كاينه هاد اللوين هذا، كاينه الكحل ديالهم اللي جا على هاد الشكل هذا مات، وكاينه هاد اللوين اللي جا على شكل دلوح. انا هنايا جبرت الناس فاتحين، يعني عطاوني واحد هذا جا هكا على شكل دلوح كما كتلاحظوهم. بالنسبه لهذا لا مارك ديال ارنستو، وكيهزوا 480 مليلتر ديال الماء، ثمنهم هو 4.99. وهنا اللي دال حاطين هاد جامبرز اولا نقولوا حنايا سبورتس خراسه ديال سبور. بالنسبه لهادو كاينه هاد اللون اللي كتشوفوا هنايا في الكري، كاينه هاد اللوين هذا اللي جا بحال شويبي، هادو اللوينات اللي فيهم، هذه فيها الكتابه، هذه جات سامبل كامله كما كتلاحظوا هنايا في المانكا. بالنسبه لهادو كاينه فيهم لي طاي من اس حتى ال، هادو لي طاي ديالهم كيجيو طويلين كما كتلاحظوهم. ممكن هنايا كيديروهم بحال كسيوات، ممكن تلبسهم مع ليغينز مع جينز مع اي حاجه على شكل سبورت تخرج بهم للزنقه كما كتلاحظوا هنايا. والثمن ديالهم هو 12.99.
بالنسبه لهادو اللي حطوا كما كتشوفوهم ديال الصوف، عندهم القفيلات جاو فنين. الصوف ديالهم صراحه رطبه مزيونه بزاف، رطبه صراحه. كما كتشوفوا الديزاين ديالهم جا يعني بزاف ديال الاشكال في شكل واحد ولكن في نفس اللون، كاينه فيهم حتى الابيض. نوريكم اللون الاخر اللي كاين، هو هاد الابيض هذا جا بحال هيدا كما لابسه المانكا. وتويب ديالهم الصراحة صوف غزال رطيطب. بالنسبة لهادو فيهم هاد اللوين وفيهم البيض، الثمن ديالهم هو 11.99، والقياس ديالهم نفس القياس ديال اللي وريتكم دابا عاد من اس حتى الال. وحتى الرجال حاطين لهم ديالهم كما كتلاحظوا هنايا، جات على هاد الشكل اللي لابس المانكا هنايا سخيخنا من الداخل ديالها. صراحة سخونة، ما عرفتش واش كاينه شي وحده مفتوحه، مي كيبان لي واقيلا لا. بالنسبه للالوان كاينه هاد الزيتي اللي جا مخلط كما كتشوفوا، الزيتي مع البلو مارين اللي جا بحال هيدا، وكاينه هذا اللي جا غير بلو مارين بهاد الشكل كما كتشوفوا هنايا. عنده هادو بحال الجلد، عنده هنايا هاد البلاكه حتى هي بالجلد، عنده القبيب كما كتشوفوا هنايا، والشكل ديالو هو هذا. بالنسبه للثمن هو 12.99، وفيهم هاد جوج اللوينات. حاطين حتى الجيليات ديال الرجال اللي جاو سخونين، شوفوا على جيليات شحال فنين، جاو سخونين من هنايا، جاو سبور كلاس، ممكن تلبسهم سبور وممكن تلبسهم كلاس. كما كتلاحظوا اللي مزيون هو هذا دوبل فاصاد، يعني كتلبس هذا الفاصاد هذه وممكن انك تلبس هذا الفاصاد هذه اللي كتجي سخونه، هذه تكون من القدام وهذه تكون من اللور، وممكن انك تلبسهم بالعكس كما كتلاحظوا هنايا. هذه الحاجه اللي مزيونه فيهم صراحه، سخونين 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 كما كتلاحظوا، راه باين الكاليتي ديالهم. فيهم هذا اللون هذا اللي في البلو مارين، وفيهم هذا اللوين هذا اللي جا بحال هيدا. شوفوا اللوين شحال جا مزيون، وكما لابسوا المانكا هنايا كيجي غزال. شوفوا الديزاين ديالهم كيجي حتى هو دوبل فاصاد. وبالنسبه لي طاي اللي فيهم من ام حتى الاكس اكس ال، الثمن هو 17.99. وهنا حاطين هاد ليغينزات ديال النساء اللي الصراحه كيخرجوا ديال ليدل، الله يعمر سلعه شريت وشريت فيهم، كيخرجوا مزيونين وثمنهم كيكون مناسب. بالنسبه لهادو كاينه باك اللي حاطين هاد المره فيه جوج، نورمالمون كيكون باك فيه واحد، هاد المره حاطين باك فيه جوج، يعني صراحه مخيره. بالنسبه لهادو كما كتلاحظوهم رطيبين بزاف، الرطوبيه ديالهم صراحه كتكون غزاله. هنايا كما كتلاحظوا كتكون عندهم هاد الحاشيه هذه على هاد الشكل. كاينه هذا اللي كيمشيو باك فيه جوج في الكحل، كاينه هذا اللي كيمشي باك فيه جوج في الكري والكحل، يعني الا بغيتي تدي جوج ديال الالوان ممكن انك تدي باك بحال هكا. بالنسبه للقياس ديالهم كاينه من اس حتى الال، والثمن ديالهم هو 8.99. وهنا حاطين واحد الحاجه اللي مهمه، شوفوا حاطين هاد الجفاف ديال الفابور اللي كيمشي بالضوء، يعني كيتستعمل بالبريز وكتجفف به، كتكليني به الارض مزيان اولا الكاربت يعني الزرابي اولا اللوح، يعني كتمشى في جميع الحاجات اللي عندك في الارض ممكن تستعمله. بالنسبه لهذا كينقي 99.99% اكثر احسن من الجفاف العادي. بالنسبه لا مارك فيليدا راه معروفه. بالنسبه للستيل ديالو كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، فيه هنايا بلاصه فين كنعمروا الماء والصابون، هنايا البوطون ديال اون اوف، هنايا باش كتستعمل المينيموم والماكسيموم في الفابور. دايرين هنا ما تستعملش فيه البرودكت، ما عرفتش اين ما ديرش برودكت شيميك. وهنايا كما كتلاحظوا كيعطيوك انه كيجفف الارض، يعني كينقي الزرابي وكينقي الارض ديال اللوح. الثمن ديال هذا هو 49 باوند 99، بحال هادشي بحال هادشي اسبيراتور بهذا الثمن، يعني مزيان باش تنقي به مزيان راه مخيره. بالنسبه لهاد الفيوزا اللي نقولوا حنايا الفيوزا ديال الكوزينات اولا المريوات، حطوا هاد المره هاد الشكل كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه هذه كما كتلاحظوها كتلصق في الماريو، اي ماريو ديال الكوزينه ديال بيت النعاس ديال نقولوا ديال التواليت، يعني كتلصقها في اي بلاصه انت بغيتي. بالنسبه للضو ديالها كما كتلاحظوها هنايا فيها من الضو الصفر كيبقى يطلع حتى للضو، يعني ما بين الضو الزرق الصفر حتى الضو الزرق، 4000 كي ديال الضو. بالنسبه لهذه
القياس ديالها هو 54 على 5.3 على 2.7، وعندها هنايا كما كتشوفوا هذا السلك هذا باش كتشارجيها باش كتستعملها، وعندها البوطون ديال اون اوف لا بغيتي تشعلها ولا تطفيها. بالنسبه للثمن ديالهم هو 9.99. ورجعوا حطوا الفوطات كما كتشوفوا هنايا، ولكن زادوا اللوين، زادوا هذا اللوين هذا اللي جا في السومو بحال هكا التشيني بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ماشي بزاف صورت لكم في فيديو ديال ليدل ولكن كانوا لوينات اخرين، دابا زادوا هذا اللوين هذا كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهاد الفوطات هادو نقول لكم قياسهم الى هما كاتبينه، كنت وقيلا قلت لكم قياس ديالهم هو 50 على متر، 50 يعني نص متر على متر، كيمشي باك فيه جويجات ديال الفوطات كما كتشوفوا هنايا. كاينه هاد اللوين هذا، كاينه هاد اللوين الخضيدر، وكاينه هاد الكري اللي جا بحال هيدا، وكاينه هذا اللي جا في البيج، وكلهم كيمشيو باك فيه جوج. بالنسبه للثمن ديالهم هو 6.99. رجعوا حطوا هاد الجامبرز هادو اولا نقولوا الباطات اللي جاوا على هاد الشكل، ديجا تا هما كنت وريتهم لكم في الفيديو اللي كتجي الباطا سخينه بالقبيب على هاد الشكل اللي لابسه المانكا هنايا. كاينه عاوتاني الكحل نفسه اللي كان قبل اللي فيه بحال هكا النقيطات من نوع اللي كما كتلاحظوا ورطيط بينو خفافين. كاينه هاد الشكل هذا اللي جا في شكل على الاخرين اللي وريتكم دابا عاد، وجا شكيل ديالو بحال هيدا كلهم بالقبيبات كما كتلاحظوا. وبالنسبه للقياس اللي فيهم من اس حتى ال، والثمن هو 12.99. كاينه حتى هادو اللي كنفرشوهم في الكامات كما كتشوفوا من لتحتي، كاينه هاد اللوين هذا اللي جا في الكري، كاينه الابيض اللي جا هكا ابيض كامل، كاينه عاوتاني البلو مارين اللي جا بلو مارين بلا هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه لهادو قياسهم اللي كاين دابا حاليا هو متر 40 على متر 60 على 2 متر، هذا القياس يعني ديالهم، والثمن ديالهم هو 5.99. حاطين هنايا كما كتلاحظوا هاد السليبات اللي جاوا على هاد الشكل، صراحه رطيط بين لان انا هي شفتها مفتوحه، رطيط بين رطيط بين رطيط بين، وصراحه بحال نوع هاد الخيط عندهم من هنايا كما كتشوفوا هاد الريضه اللي جا بحال هاد الشكل هيدا، كيمشي باك فيه جويجات كما كتشوفوا هنايا، كيجيو على هاد الشكل اللي هنايا في اللي لابسه هاد المانكا، كيجيو بحال هكا يعني شكل الكلاس. كاينه هاد البيج هذا كحل، كاينه البيج وكاينه البيض. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم هو 3.99. لي طاي اللي كاينه من اس حتى الاكس ال، حاطين حتى لي توب ديالهم اللي كيجيو على هذا الشكل، يعني ممكن تدي يعني السليب والتوب ديالو كما كتشوفوا، شوفوا شحال فنين، كيمشي غير واحد في الباك يعني ما كايناش فيه جوج. شوفوا الشكل ديال الجناب ديالو اللي كيجي بحال هيدا، كيجي مشرف على هذا الشكل، من هنايا عنده الريضه كما كتلاحظوا، والماتريال ديالو صراحه مزيون، ماتريال غزال كيجي على هاد الشكل هنايا. والثمن ديالهم هو 3.99 الباك، كاينه الكحل كاينه البيج كما كتشوفوا، وكاينه حتى الابيض الا بغيتي. هو هذا حاطين حتى سراول ديال الجين ديال النساء اللي كيجيو بحال هيدا، صراحه مزيونين سراول ديال الجين ديالهم، حتى هما مشكورين. شوفوا كيمشي الرجل ديالو مجموع لهذا الشكل، عنده واحد الحرده خفيفه هنايا في الجنيب كما كتلاحظوها، يعني كلاسيك جين كلاسيك مزيون. اللور ديالو كيجي على هذا الشكل، عنده جوج ديال الجويبات، اللوين ديالو مزيون، اللون ديال الجين معروف وخفيف، هذا كيمشي صراحه خفيف صوب ديالو ديال الجين ورطيط. بالنسبه لهذا الثمن ديالو هو 12.99. لي طاي اللي كاينه من 8 حتى ل 18، من اس من اكس اس حتى ل اكس اكس ال، وكاينه حتى هادو اللي كنستعملوهم الا بغينا هكا نعملوهم في الكوزينه ونستعملوهم للرولو كما كتشوفوا هكا ديال التيشو ديال الكاريت. بالنسبه لهادو ما عرفتش واش كاينه شي وحده مفتوحه باش نوريها لكم من الداخل ديالها، عندها الماتريال ديالها ديال الحديد كما كتشوفوا هنايا، قياس ديالها 34 على 18 على 11 ديال السنتيم كما كتشوفوا، اللون ديالها في الكحيحل كتجي على هذا الشكل،
وكتعلق في اي بلاصه، ممكن تعلقها في الماريو ديال الكوزينه، ممكن تعلقها في شي عندك شي هكا شي لوحه هكا تعلقها فيها، يعني ممكن تستعملها في اي بلاصه. كاينه حتى هذه ديال الكيسان اللي كتجي بحال هيدا، بغيت نوريكم، كتجي بحال هكا كتعلق فيها الكيسان هنايا في الكوزينه. عاوتاني ما عرفتش واش واضح معكم هادشي ولا لا، هنايا كتعملها هي في شي حاجه هكا في الماريو ولا شي حاجه، ما بصراحه مشدودين ما نقدرش نفتحهم. والقياس ديال هادي هو 28 على 14 على 9 سنتيم، وكتهز لك 6 ديال الكيسان، لا 1 2 3 4 شحال كتهز 8 ديال الكيسان تبارك الله، 8 ديال الفنيجلات صراحه كتعلقهم فيها مخيره. بالنسبه للثمن هو 4.99. وتا لهنا نكون ساليت معكم الفيديو ديال ليدل، كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم الدعم ديال القناه باش دائما نشارك معكم فيديوهات ونوريكم الجديد اللي كاين. الى هنا كنقول لكم باي باي عليكم وبسلامه.